أهلا بكل مشتركين قناة عربيتي. تسبب مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا في حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية بعدما نشر صورة جديدة لسيارته بعد التعديل في أحد المراكز المتخصصة لتبدو وكأنها من معدن الذهب الغالي، معلقا على الصورة عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24. ولكن السيارة كان قد اشتراها من قبل، ولكنه قرر إجراء بعض التعديلات عليها التي أظهرتها بشكل جديد تماما عن مظهرها الأساسي. واعتقد الكثير أن السيارة جديدة ومطلية بالذهب الخالص، وهي سيارة من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV Crossover من طراز Audi Q3. تتمتع بمحرك سعة 1400 cc تربو بقوة 150 حصان، وتتسارع السيارة من 0 لـ100 في 9.2 ثانية، وتعمل بنظام الدفع الرباعي. تتميز سيارة Audi Q3 بتصميم خارجي هجومي بشكل كبير، بالإضافة إلى أداء ممتاز على جميع السرعات. علاوة على ذلك، تعمل السيارة على توفير استهلاك الوقود، حيث تستهلك 4.6 لتر لكل 100 كيلو بسرعة قصوى 205 كيلومتر في الساعة. تأتي أودي Q3 بمواصفات أمان قياسية وممتازة، حيث تعمل على عزل السيارة للهواء والأصوات الخارجية، بالإضافة إلى حصولها على 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، وهي سيارة مناسبة للعائلات خاصة في الطرق الطويلة. علاوة على ذلك، تتمتع بمساحات داخلية كبيرة. وتتوفر سيارة أودي Q3 في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 639 ألف جنيه لأول فئة، وصولا لأعلى فئة بسعر 750 ألف جنيه. يذكر أن الإصدار ذو المحرك سعة 2000 سي سي من نفس سيارة أودي Q3 يبلغ سعره 1,050,000 جنيه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.